تبارك الله اللهم بارك دم تبارك الله تحيه الحي المحمدي واحد واحد دير مولاي الشريف وكلشي تحيه الناس الغيوان والمشاهب وقاعدك انت سي عبد الحق راه مولوع ب ب ب ب الغيوان والمشاهب اها مولوع من الصغر اها طلق تبارك الله انا خويا عبد تبارك الله هذا راه يسهر اه خيرات تبارك الله هذا ربعه الخوالي يزرب فيكم وديماروا في الطارمين اها تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك خيرات هذا سعد انا كنخدم على هيك ولكن كنحيي هاد الناس اللي راش من عندنا في شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 راهم داروا الثقه شاري راه عطاك الفلوس راه كاين الثمن السي شاري من عندك بحال هاد السي شاري من عندنا نهار 27 8 وداك 2022 2022 قالك بنو رضا الشام يعني تما راه بالدارجه راه بحال اقامر ما عرف بنو رضا حتى كيدير ما عمرهم شافوني هاد اللي شاري من عندي ما كيعرفوش بنو رضا الا في التليفون كي غدير تتحشم مع هاد الناس هذا كي دير هاد الناس يخيبك معاهم والله ما تخيب الحمد لله خاصك دير النيه الحمد لله راه النيه هي داخله في هاد الحرفه في اي حرفه دير النيه الحمد لله احنا غاديين قدامي اللي شاف هاد الحولي راه غيقول تبارك الله بنو رضا ما خسرش معانا الحمد لله انت كتشوف النتيجه ارب عندنا بوخريسنا اجي بوخريس يا عبد الله ماذا وقت هاد الهيله هذا بوخريس اجي بوخريس بوخريس تبارك الله سي عبد الحق بخصوص النقل الناس دابا غيبداو يسولونا واش كديروا النقل المغرب كامل ولا غير المدن القراب لا لا, لا كنصيفطوا للناس ولكن راك عارف كيخلصوا ترونسبور كيوصل لي من الرباط للسلا الا شي مدينه بعيده كتصيفطوا له في الكار اها بحال طنجه بحال هذيك اللي كتصيفطوا لهم في الكار يعني يمشي صيفطنا حولي حتى للداخل واخا تكرفس في الترونسبور السيمانه هي اللي وصل ولكن وصل ولكن كيتكرفس اذا هذه اخويا عبد الحق رساله للناس اللي بغاو الحولي من جميع بقاع المغرب انت تقدر تصيفط لهم الحولي ديالك بحال مثلا الجنوب كاين شويه صعوبات كاين صعوبات الشمال وهنا في الداخل سهله تبارك الله وبخصوص الناس اللي كيبغيو يجيو عندك مرحبا واش عارفين هما كيعرفوا البلاصه ولا كيفاش كيجيو مثلا بحال انا مثلا عشاق بيضاوي باغي نجي عند السي عبد الحق كيفاش ندير بغيت سهل كيدخل على يدخل الماب ولا يدخل لجوجل كيدير مثلا الضيعه ديال بن رضا عبد الحق كتطلع له كاين واحد الفيش في الطريق كتعطيه السهم تما او كيدخل الواتساب راه كنصيفطوا له اللوكيزاسيون راه ساهله يعني كيجيو عندك سهله تبارك الله واخا عندنا شويه بيسات صعيبه ولكن الحمد لله المروعين الصبر كلشي كيدوز ونتمنوا التعبيد ديال هذه البيسه هذه باش راه ترقمات نتمنى من الله يبداو في المشروع تبارك الله اللهم بارك ونرجعوا السردي خيرات كثيره تبارك الله اللهم بارك انت والله انا نسول فيك حتى خويا عبد الحق انت البلاد أيه. جاري ما هضرتش عن جميع الكسابه كي جاك هذا الخير خيرات تبارك الله انا كنتكلم يعني ماشي زعما حيت اش في القلب كتبغي تبين واحد الصوره اخرى للقناه ديالك والباج ديالك والمتتبعين ولكن انا معزيش عليا النفط لا ما كنزيدوش على شوف خويا عبد الحق التقليبه دول ليا التقليبه حنا كنهضروا على التقليبه كنهضروا على الحروف كنهضروا هادو تبارك الله اللهم بارك والناس خمسه النجوم هادو شنو نعطيهم واش غنقول لك اش غنقول فوت لي خمسه النجوم شوف خويا عبد الحق حنا راه فاش كنمشيو عند الكساب راه ملي كندخلوا عنده كنحاولوا اننا نقادوا ليه الصوره ديالو واحد كنحاولوا ولكن الناس الكسابه اللي الصوره ديالهم ديجا خدام عليهم وعندهم واحد بالماريس وواحد التاريخ كبير هذوك ما كتزيد غير تزكي لهم داك المجهود ديالهم حيت ما يمكنش انت تشوف هذه الخيرات هذه سي عبد الحق وتقول شي حاجه ماشي مزيان خيرات تبارك الله الحولي كيتكلم على راسه وراه كما قلت لكم الوزن الجمال حروف كما كلشي موجود سي رحال اش بغيت تقول لنا عاد خيرات وتولد المنطقه ديال المسكين خويا اللهم بارك خير موجود اللي عاد يدي ما عندوش يدي وراه الزاويه هادي اللي ما عندوش يجي ما حدا بيه ياكل ويشرب ويمشي بحال ويمشي ويسقي عويناته ولكن السير حار اللي دخل هاد الزاويه راه ما يقدرش يخرج لا ضروري خاص يدير الباروك ضروري يدير الباروك ضروري يدير الباروك ديال المسكين ضروري الكليه اللي بغا يجي مرحبا به راه الزاويه مفتوحه في اي وقت والتسير التسير حال تراك ولد المنطقه ديال المسكين انا هنا وكنسكن برشا كنكون كتجي فرحان بحال ما عرفتين غادي كترتاح كنرتاح اخويا وكنتسرح والله القسام بخير ولا خير وتحيه لكسرحان وتحيه لعائلة السواسي جميعا الله يكمل شكرا سرحان سي بوخريس تبارك الله دخلهم